قام رئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الأراضي الفاضية في أي حتة تقدر تستوعب السوق ده، لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بالزي الأسواق دي أعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية، تتعمل بالطريقة دي. في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة لخدمة المواطنين، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وكذا حسن المأمون، وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر وكذا سوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. وقد ناقش سيادته القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري. تم انتخاب 5 قطع أراضي لإنشاء أسواق حضرية نصف جملة فني. احنا عندنا فني 5 قطع أراضي، في 2 منهم جنوب القاهرة فني، ده أعلى هضبة المقطم، وفي 3 منهم فني شرق القاهرة. عندنا فني سوق في نادي الشمس فني، وده لخدمة مصر الجديدة. في سوق مدينة الأمل فني لخدمة مدينة الأمل والحي العاشر. وفي سوق اللي سيادتك مشرفنا فيه فندم، سوق احمد فخري، ودوت لخدمه مدينه نصر فندم. بالنسبه لفندم السوق دوت مال المساحه 2.64% فدانه فندم. ده فندم بتقاطع شارع احمد فخري فندم، وفي مع اللي هو عبد الرازق الصنهولي اللي هو في الجنوب فندم، حديقه الطفل ده هي فندم المتواجده هنا في الجنوب فندم السوق. على نفس النهج ده فندم في سوق نادي الشمس فندم. نفس المساحه تقريبا 2.6 فدانه فندم. وفي سوق فني اللي هو الامل، سوق مدينه الامل. بص يا هشام، بص يا احمد، احنا اللي عاملينه ده هو عباره عن نموذج اختباري. نموذج ايه؟ اختباري. يعني مش دي فقط المخطط بتاعنا، تمام، لكن احنا قلنا ايه، بدل ما نفتح نعمل الكلام ده ولان احنا كلامنا فيه ان احنا بنقول ايه، احنا ما بين الجمله في سوق العبور او في الاسواق الرئيسيه يعني، وما بين التجزئه اللي تحت خالص، فحطينا حاجة في النص بين الاثنين، تكلفتها تبقى على المستهلك تكلفة أقل من مش زي الجملة صحيح، لكن كمان مش زي التجزئة العادية، فده هيخلي الناس بتوع التجزئة برضو تنظم أسعارها شوية. طب احنا عشان نعمل كده عملنا ايه؟ اخترنا الخمس نماذج دول. تمام. اخترنا الايه؟ الخمس نماذج دول، وهنعملهم وهنفتتح. انتوا في شهر 6 مش كده؟ ان شاء الله يا فندم 30/6 ان شاء الله. مش كده؟ ها؟ انت بالنسبة لك انت. بالنسبة. انا بس عايز افكرك يا هشام، ان ورا منك هنا في سوق على الارض، عارفه السوق اللي وراك؟ ايوه يا فندم. اللي هنا، ايوه يا فندم، الامل، ايوه يا فندم، في سوق هنا موجود. اللي المفروض ان احنا بعد ما هنعمل ده هنبقى بنفضي السوق ده ونخليه جزء من الايه، جزء من السوق بتاعنا. جزء من السوق بتاعنا ليه؟ عشان الوضع اللي هو فيه، انا عارف السوق ده كويس. ماشي. فاللي احنا بنعمله هنا هو اختبار، لو نجحنا فيه هن ايه، هنعمل، لان الموضوع ده بقى بيننا وبين الناس بتوع الجمله، ان هم اتفقوا معانا ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده ونوفرها لهم، وهم يقدموا اسعار قريبه من الجمله. قريبه يا هشام؟ قريبه من الجمله. فاهم احمد؟ تمام. قريبه من الجمله. ان عملوا كده معانا هم هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم. تمام. هنكمل ونعمل في بيت الجمهوريه اللي احنا بيت المخطط، لان السوق زي كده على سبيل المثال ده ما يغطيش مدينه نصر، واللي عند نادي الشمس ما يغطيش مصر الجديده. لا طبعا، انت بتتكلم في ملايين من البشر عايزين يخشوا يشتروا ويجيبوا حاجتهم، لكن لو نجحت الفكره ولقينا ان هي فعلا التكلفه بتاعت الاسعار فيها فعلا تكلفه الجمهور حس بالفرق، طب هنكمل. هن ايه؟ ان شاء الله هنكمل. حاجه ثانيه؟ لا فهم. حاجه ثانيه يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. متشكرين. السلام عليكم. وايضا تابع سيادته اعمال الانتهاء من سوق حسن المأمون. اللي انا شايفه ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله يا فندم خرسانات يا فندم هنخلص ان شاء الله 30/6، وواجهات ان شاء الله يا فندم 15/7، ونهو المشروع بالكامل ان شاء الله يا فندم 30/11 باذن الله. كله يعني على شهر 12.
انت عارف ده هيعمل نقله كبيره جدا للمنطقه هنا ان شاء الله. باذن الله يا فندم. باذن الله. شكرا. اوامر فندم. صوت طيب. وفي حي المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال في تنفيذ سوق محور عبد المجيد محمود. أثناء فندم رفع كفاءة شارع المقطم وجدنا فندم تكدس في المساحة المرورية ووجود عشوائيات. وبالدراسة والعرض على سيادتك فندم، سيادتك صدقت على إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك سوق عمار بن ياسر بإجمالي مساحة 15 فدان بدلا من 3 فدان. لا ده كام؟ ده فندم 6.8 6. هو وعمار بن ياسر 15 فدان. كويس. 3 فدان ده السوق اللي موجود حاليا يا فندم. سيادتك يا فندم سوق المقطم ده بيقع على محور مستشار عبد المجيد محمود الرابط ما بين شارع 9 وصلاح سالم. السوق ده يا فندم مساحته 6.8 فدان. محتويات السوق سيادتك 18 مبنى اعتبارا ابتداء من مبنى المعدني، وده يا فندم فيه 40 محل خضروات وفاكهه واسماك ودواجن ولحوم، واربع منشآت نمطيه دور ارضي ودور اول. سيادتك امرت ان احنا نزود دور فبقى ارضي واول وتاني، وعندنا يا فندم مبنى مخابز ومظلتين بائع جائلين. اجمالي المحلات عندي في المشروع يا فندم 230 محل، وباقي ال 18 منشأة عباره عن منشآت خدميه من دورات مياه وكهرباء وغرف وغرف. واجهتنا يا فندم في المشروع هنا مصاعب، ان الارض هنا كانت صخريه وبيها فوالق، فعملنا دراسه يا فندم عشان نأهل الارض تكون صالحه معانا للانشاء. وتم الدراسه يا فندم والتنسيق مع الحي ان احنا نربط المرافق، وبالفعل ربطنا المايه والغاز والصرف والكهرباء، وشغالين دلوقتي يا فندم في المرافق داخل السوق. يعني انا بس عايز اقول هنا، واحنا فرصه ان احنا موجودين المحل اللي احنا مش عملناها اسواق فقط. تمام سيادة. لا احنا عملنا المحلات دي عشان ايه؟ عشان نقول للناس اللي موجوده هنا في المقطم والمنطقه المحيطه بالكامل، عندكم فرصه لاشغال مشغولات فنيه او حرف يدويه وغيرها. احنا هنخلص هنا ان شاء الله فندم. احنا ضاغطين عشان نبقى كل ملتزمين بكلامنا مع سيادتك ان شاء الله 30/7 باذن الله. 30/7 باذن كله باللاند سكيب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالمباني ان شاء الله يا فندم. طيب هل في تواصل دلوقتي مع الناس بتوع العبور عشان النص جمله اللي احنا عاملينه ده؟ اكيد يا فندم. لكن انا بقول كده عشان لو جينا في شهر 7 نقوم نلاقي الدنيا شغاله ان شاء الله يا فندم باذن الله. فندم سوق عمار بن ياسر فندم على مسطح 9 فدان. السوق يا فندم بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني يا فندم هنقول 45,000 متر. ده حاجه كبيره جدا يا فندم. طبعا. تمام. منطقه السوق يا فندم التجاري ومنطقه النادي الاجتماعي. المنطقه يا فندم طبعا اتعملت عشان يبقى فيها يبقى متنفس لسكان المقطم، سواء النادي الاجتماعي فيها انشطه رياضيه وتجاريه. يعني احنا عاملين كده اثنين نادي محمد. تمام. واحد في عمار بن ياسر. تمام مش كده؟ تمام. واحد هنا. تمام سيادة. غير المناطق اللي انا قلت عليها، المناطق اللي هي التنمويه اللي موجوده على خمس مناطق تنمويه على كده. تمام يا فندم. عندي يا فندم اجمالي عدد المحلات 151 محل بانشطه مختلفه، بدايه يا فندم من الافران ومحلات الخضار والفاكهه والخضروات والدواجن واللحوم والحرف اليدويه. عندي يا فندم مبنى اداره السوق. عندي يا فندم دي كافيتيريا. طب برضه انا دايما بسال السؤال ده لما بكون في منطقه بقول لهم الناس بتعمل شغل، بقول لهم بصوا انتم من خلال احتكاككم بالمواطنين تمام ايه اللي مطلوب ممكن نعمله نسهل نحسن سواء كان في الحركه او في مطالب الناس؟ ها فلو في عندكم حاجه يا فندم. هو كان في تكدس مروري في المنطقه، احنا راينا ده في التصميم ان احنا عملنا باركات يا فندم كتير زي ما سيادتك شايف، ساعه 200 سياره. ده هيخفف يا فندم التكدس المروري في شارع عمار بن ياسر، والشارع تحت يا فندم اللي هو شارع المقطم ده كده يا فندم باتجاه شارع 9. اللي هيبقى جاي يشتري اي حاجه يا فندم هيبقى في اماكن يركن فيها انتظار سيارات. نفس الكلام يا فندم، السوق هنا في اكتر من انتظار سيارات متوزع. اجمالي مساحه السيارات يا فندم 127 سياره. 127 سياره. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا يا محمد. تحت امر سيادتك يا فندم. تحت امر سيادتك يا فندم. تحت امر سيادتك. وايضا توقف سيادته في سوق عمار بن ياسر بحي المقطم. مساحه السوق 5.7 5.7 قول يعني قول 6 فدان ان شاء الله. الموقع يا فندم في شارع صبح حسين على بعد 1 كيلو من شارع 9. مكونات السوق يا فندم عندنا 95 محل، وفي عندنا 30 محل على الطريق باجمالي 151، لان عندنا هنا فندم في منطقه النادي في 20 محل على الشارع الرئيسي ده سيادتك. طب هنخلص انت؟ كان المخطط فندم سيادتك ان احنا نخلص 30/10، بس ان شاء الله 30/8 باذن الله فندم. طب انا هقول لك على حاجه، انا عشان ابقى السوق ده ابقى مطمن عليه، انتم محتاجين كل الاراضي
على شهر 8 او 9 وقت ما هتخلصوا المشروع ان شاء الله، تكون كل المحاور اللي رايحه ليه تكون اتوسعت وسفلتت. اوامر. خد بالك مع شوارع المقطم كلها. اوامر. ماشي يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. شد حيل. شكرا. كما تفقد السيد الرئيس سير الأعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، والذي ينقل الحركة من محور الشهيد إلى محور إياس الرزق بالمقطم، ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولاً لكورنيش النيل، ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين. المحور ده أحد المحاور من 3 محاور اتعمل وجد في المقطم، كان موجود في المقطم فندم شارع 9 بس، وكان في كميه تكدس مروري رهيبه. شارع 9 بناء على اوامر سيادتك تم الدراسه والعرض لسيادتك والتصديق، تم تطوير شارع 9 وصوله 6 حاره و6 حاره، وتم انشاء 3 محاور جديده، محور ياس الرزق، محور الكورنيش اللي هو طريق الكورنيش القديم، وسيادتك المحور هنا، فبقى في 4 بدل محور واحد، بقى 4 محاور في المقطم. انا بس عايز اوضح هنا ان محور عبد المجيد محمود ده قصه ثانيه كبيره جدا جدا. ايوه فندم. هيعمل نقله كبيره جدا للحركه من محور الحضارات، مش كده؟ من محور حضرات فندم، من شارع صلاح سالم ومن كورنيش النيل لغايه يوصل لغايه ما يوصل لغايه مدينه نصر، وممكن منه للقاهره الجديده ومنه للعاصمه الاداريه الجديده. مش كده؟ فده عمل نقله، هيعمل نقله كبيره جدا يا فندم في السيوله المروريه في المقطم وفي الحركه المروريه في القاهره الكبرى كلها فندم. لان اول مره نطلع نعمل كده. ايوه فندم. اول مره نخلي المقطم عباره عن عقده مواصلات. تمام كده. ايوه فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله فندم المنطقه احنا فيها ديت 10 ايام هتكون خلصانه، المحور بيكمل يعني ان شاء الله فندم يعني اخر شهر 7. بصوا على شبكه الطرق العرضيه اللي بتربط ما بين 9 وهنا وياسر الرزق. تمام فندم. عشان نعملها بالمره يبقى كده الحركه بقت متيسره جدا جدا، سواء كان على المحاور الرئيسيه دي او للناس اللي موجوده جوه. تمام سيادتك فندم، بالفعل تبقى تعليمات سيادتك يا فندم، احنا بندرس حاليا وهنعرض على سيادتك. وبالاضافه لكده سيادتك كنت امرت ان كان في مشكله في الصرف الصحي في المقطم نفسه، وزاره الاسكان بتعمل خط صرف صحي جديد من المقطم لغايه الجبل الاحمر. انتوا متابعينه يا هاب؟ متابعينه يا فندم، وان شاء الله تبقى تعليمات سيادتك هتخلص في شهر 10 السنه دي ان شاء الله. السنه دي يا فندم. ده كلام كويس.